يستخدم ذوي الإعاقة البصرية ضعاف البصر تحديداً عدسات التكبير لتساعدهم على الرؤية بشكل أسهل. في هذه الفقرة من فقرات اختراعاتهم نعرض لكم 4 أجهزة تعمل على مبدأ التكبير أيضاً، مع ميزات إضافية تساعد في القراءة واستعراض الصور وغيرها. بداية نقدم لكم 3 أجهزة من شركة فريدوم ساينتفيك الأمريكية. أولها جهاز روبي اتش دي الأصغر حجماً بينها، فشاشته LCD 4.3 بوصة. أزراره الملونة تتيح لضعاف البصر تمييزها وتمييز وظائفها، وأبعاده 3.6 في 7.4 في 12.4 سنتيمتر، ووزنه 228 جراماً. يكبر الجهاز من مرتين ل13 مرة. وهو يعرض من خلال 5 أوضاع أساسية في الجهاز: الألوان الكاملة، الأصفر والأسود، الأصفر والأزرق، الأبيض والأسود، الأسود والأبيض، ويمكن إعداده إلى غاية 20 وضعاً إضافياً. بالضغط على زر الكاميرا يمكنكم التقاط ما يصل إلى 80 صورة وتخزينها. يستخدم روبي اتش دي إضاءة LED لتحسين الرؤية مع مقبض لتسهيل الإمساك به وتحريكه عند استخدامه للقراءة العمودية. الجهاز مزود بمدخل USB لنقل الصور المحفوظة إلى الكمبيوتر، ومدخل للشاحن حيث يتم شحنه كهربائياً ليعمل لمدة 2 ساعات متواصلتين، إضافة إلى إمكانية استخدامه ب4 بطاريات قابلة للطرح. الجهاز الثاني هو جهاز روبي XL المتوسط الحجم، فشاشته LCD 5 بوصة، أزراره المرمزة الملونة تتيح لضعاف البصر تمييزها، وهو مزود بإضاءة LED لتحسين الرؤية. يستخدم الجهاز بهذه الوضعية، وأبعاده 2 في 8.8 في 13.8 سنتيمتر، ووزنه 300 جرام، وهو يكبر من مرتين إلى 14 مرة. ومن خلال زر الكاميرا يمكن التقاط ما يصل إلى 80 صورة وتخزينها. يعرض روبي XL من خلال 5 أوضاع أساسية في الجهاز، وهي الألوان الكاملة، الأسود والأبيض، الأبيض والأسود، الأبيض والأزرق، الأصفر والأسود، ويمكن إعداده إلى غاية 20 وضعاً إضافياً. يمكن الإمساك بالجهاز بواسطة هذا المقبض أثناء استخدامه. ويستخدم المقبض بوضعية ثانية حسب ما يريح مرفق اليد أثناء الإمساك به. روبي XL مزود بمدخل USB لنقل الصور المحفوظة إلى الكمبيوتر، ومدخل للشاحن حيث يتم شحنه كهربائياً ليعمل لمدة 3 ساعات متواصلة. أما الجهاز الثالث وهو روبي 7 ذو شاشة 7 بوصة LCD، وهو مزود بإضاءة LED لتحسين الرؤية مع وجود الحامل الذي يسهل استخدامه. وزن الجهاز 500 جرام، وأبعاده 2.5 في 14.7 في 21 سنتيمتر، وهو يكبر من مرتين ل24 مرة. ويعرض من خلال 5 أوضاع أساسية، وهي الألوان الكاملة، الأسود والأبيض، الأبيض والأسود، الأبيض والأزرق، الأصفر والأسود، ويمكن إعداده إلى غاية 20 وضعاً إضافياً. ومن خلال زر الكاميرا يمكن التقاط ما يصل إلى 100 صورة وتخزينها. يتميز روبي 7 بأنه مزود بكاميرا بيفوت كام المتحركة التي تعرض عن بعد كما ترون، فما يعرض على شاشة الجهاز هو تكبير لما في الورقة المقابلة. وتمتاز الكاميرا بالعرض المرئي للصورة الذاتية وتكبيرها،
وذلك عند تدويرها للجهات الأمامية. الجهاز مزود بمدخل USB لنقل الصور إلى الكمبيوتر، ومدخل للشاحن حيث يتم شحنه كهربائياً ليعمل لمدة 3 ساعات متواصلة، ومدخل HDMI لتوصيله بالتلفاز وعرض الصور. أما الجهاز الرابع فهو من شركة أوبتليك واسمه Traveler HD. ومرفق معه هذا الحامل، شاشته 13.3 بوصة، وأبعاده 4.9 في 24 في 36.5 سنتيمتر، وزنه 1000 جرام، وهو مزود بمدخل USB لنقل الصور إلى الكمبيوتر، حيث يمكن التقاط الصور وتخزين ما يصل منها إلى 1000 صورة. يعمل الجهاز على بطارية قابلة للشحن تدوم حتى ساعتي عمل متواصلتين، كما أنه مزود بإضاءة لتساعد على الرؤية والقراءة، وهو يكبر من 2 إلى 30 مرة. وهو يعرض من خلال 5 أوضاع أساسية فيه: الألوان الكاملة، الأسود والأبيض، الأبيض والأسود، الأبيض والأزرق، الأصفر والأزرق. أما الحامل المرفق فيتيح الحركة يميناً ويساراً لتسهيل الوصول إلى مدى أكبر أثناء القراءة.